السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجي اس كات توجور مع اخبار وجديد. شباب القبائل اكثر من 11000 تذكره بيعت، هل هي قليل ام ان شاء الله يا رب العالمين مازال المزيد؟ يظهر لي راح توصل حتى 12000، بربي ان شاء الله راح توصل ل 15000 ومازال المزيد ان شاء الله. نداء او دوك الكل ينادي بعدم مقاطعه شباب القبائل. دوك نعطيكم تسمعوا الاخ هذا كلام جميل قالها في قناه من القنوات التلفزيون العمومي، الكل يدعم شبيبة قبائل. قالكم دعموا الشبيبة دعموا الشبيبة دعموا الشبيبة، ما تشوفوش المسؤولين تحم، شوفوا لي الوال الفريق، اسمعوا مليح، أنتم أيضا دعموا الشبيبة وخلي صوتكم يسمعوا، لازم الشبيبة بقوة هذا الجمعة إن شاء الله. اسمعوا واش قال، ديرونا لايك على الفيديو، أبوني في القناة، بارتاجي الماكسيموم وإن شاء الله فيها خير. يلا الفريق في البطولة بالنظر إلى المشاكل الفنية والإدارية في لفريق الشبيبة كل شيء تغير، يعني الزعيم يبقى زعيم، الشبيبة في إفريقيا وجه آخر. يعني شاهدنا وجه حقيقي للشبيبة، شاهدنا أداء بطولي وشاهدنا روح عالية للاعبي فريق شبيبة القبائل. ما تكلم عليها دريس هي الجماهير، أنا شفت في مواقع التواصل الاجتماعي يعني جماهير الشبيبة تريد مقاطعة لقاء العودة بسبب المشاكل الإدارية. لا يجب يعني خلط المشاكل الإدارية بتدعيم الفريق، فريق يعني يمثل الجزائر. الشبيبة يبقى شبيبة سواء إدارة الحالية أو الإدارة السابقة أو الإدارة القادمة، الاسم يبقى الاسم، والمناصر عنده واجب هو تقديم السند والدعم لهذا الفريق لهذه الأسماء لأنه يمثل العلم الوطني. إن شاء الله نشوف الجماهير الشبيبة في كل الجزائر حاضرة في ملعب 5 جويلية، والمناصر الحقيقي يعني يبان في وقت شدة بالنسبة للفريق. فعلا حسن، وشفنا جماهير شباب الوزداد حينما كان الفريق في المراتب الأخيرة، وحتى جماهير المولودية وجماهير الاتحاد، حتى جماهير الشبيبة ليس فقط في تيزي وزو أو بجاية، في كل ولاية الوطن الشبيبة عندها ناسها وعندها جماهيرها. إن شاء الله نشوفوهم كامل في ملعب 5 جويلية لتقديم السند والدعم. الجماهير الجزائرية يعني يجب أن يكون الحضور دائم والحضور متواصل في ملعب 5 جويلية لمساندة شباب الوزداد شبيبة القبائل واتحاد الجزائر، لأنها فرق تمثل الجزائر ولا يجب الخلط بين المشاكل الإدارية والدعم الجماهيري. نعم إن شاء الله الرسالة تكون وصلت أنيس. Yes.